السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنتعلمو كومون سيتيي ان باساج. هاد الفيديو هو خاص برواية Il était une fois un vieux couple heureux. بداية ولتأطير جيد خاصنا نعرفو هاد الحوايج. أولا عنوان الرواية، اسم الكاتب، نوعية الرواية، السنة التي تنشرت فيها الرواية. ثاني حاجة خاصنا نعرفوها هي الفكرة العامة للرواية. ثالث حاجة خاصنا نعرفوها هي هاد 27 جملة واللي كيمثلوا 27 فصل من فصول الرواية. السؤال كيتطرح بثلاثة ديال الطرق. Situer le passage par rapport à ce qui précède. Situer le passage par rapport à l'œuvre. Situer le passage. Situer le passage par rapport à ce qui précède. Aoula, situer le passage dans l'œuvre, dans, ماشي par rapport. هذا هو السؤال أو هذه الصيغة اللي كتطرح في الامتحانات الجهوية ديال اللغة الفرنسية. هنا الطريقة باش نجاوبو كنحتاجو أننا نعرفو الحدث السابق والفكرة العامة للنص اللي عطاو لينا نأطروه. منهجية الإجابة كتكون كالتالي: Ce passage est situé juste après, هنا كنكتبو الحدث السابق. Et dans ce passage le narrateur parle de, هنا كنكتبو الفكرة العامة للنص اللي مطلوب منا نأطروه. الصيغة الثانية باش كيتطرح السؤال هي Situer le passage par rapport l'œuvre. هنا خاصنا نكتبو le passage est extrait de, هنا العنوان ديال الرواية. Un roman, هنا النوعية ديال الرواية. Écrit par, اسم الكاتب. Publié en, السنة فاش تنشرت الرواية. أيضا نكملو cette histoire, هنا كنكتبو الفكرة العامة ديال الرواية. Et dans ce passage, هنا كنكتبو الفكرة العامة ديال النص اللي مطلوب منا أننا نأطروه. الصيغة الثالثة اللي السؤال هي situer le passage، ما كيحدولكش واش بارابور لوفغ ولا دون لوفغ. هنا كنجمعو الإجابة ديال السؤال الأول مع الإجابة ديال السؤال الثاني، يعني كنكتبو لو باساج تيكستخي، العنوان، أن رومون، النوعية ديال الرواية، إكخي باغ الكاتب، ونشرت سنة قدا. أيضا كنكتبو هاد الرواية هي هنا الفكرة العامة ديال الرواية. عاد كنكتبو هذاك المقطع ديال اللي كتبناه في سيتيو لو باساج دون لوفغ، اللي هو سو باساج سيتيو جوست أبخي، هنا كنكتبو الفكرة الحدث السابق. et le narrateur parle dans ce passage، هنا كنكتبو الفكرة العامة ديال النص اللي عطاو لينا نأطروه. إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.